واش الدراري معاكم بات رايدر على فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيان، نتمنى كل شيء كل لاباس. فغبرت عليكم بزاف غير اسمحوا لي، وهذا لعده اسباب، منهم القرايه، منهم انني ما كنتش في المغرب كنت على برا، ومنهم هذا الوباء اللي الله يحفظنا وينجينا منه. فاول حاجه غادي نبداو بها الفيديو الدراري هي بقاو في ديوركم باش تحافظوا على السلامه ديالكم وديال والديكم، باش دغيا يدوز هادشي ان شاء الله. وذلك نرجو منكم انكم تبقاو في الدار وباش نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه، وهذا الشيء بالطبع فما غيكون ممكن الا بالمساعده ديالنا كاملين. ففي هذا الفيديو غادي نصور طبعا فويس اوف، لانني ما كنخرجش كنبقى في دارنا، وثانيا لان موطور ما فيش لاسيورونس حيت كيف ما قلت لكم كنت على برا. فالفيديوهات اللي غادي يبانوا لكم مقاطع قدام كنت ديجا صورتهم، فعلى بركه الله نبداو الكيو ان اي ديالنا. مرحبا بكم وبقاو حتى الاخر ديال الفيديو. فالدراري الدريات كنت قلت لكم سولوني في انستا ويوتيوب الاسئله اللي بغيتو باش نديرو كيو اند اي، باش اولا نرجعو نديرو الفيديوهات، وثانيا باش تعرفوني اكثر واحسن. فعلى بركه الله غادي نبداو باول سؤال. فالدراري اول سؤال من عند الجراندي كريم، والسؤال هو باش ناوي تبدل اكس تي؟ فاولا كنشكرك على هذا السؤال، والدراري هذا سؤال زوين لانني قريبا غادي نبدل الموتور، ولكن كيف العاده غادي نخليها لكم سوربريز. فاللي نقدر نقول لكم هو انه هذا الموتور الجديد اللي ناوي ناخذ ان شاء الله ماشي رودستر، ماشي سوبر موت، ماشي تريل. فنخليكم تفكروا، واللي عنده شي ايدي يكتبها في لي كومونتير. ثاني سؤال الدراري جانا من عند الرامي ار دي، اللي قال لي الا بغيت نشري اف زد 6 شي حاجه نقيه وريجل بشحال نلقاها تقريبا، وكي كتجي الاف زد 6؟ فاولا غنجاوبك على اول سؤال ديالك. ف اف زد 6 اون ريجل او شي حاجه نقيه كتكون ما بين 4.5 حتى 5. غتلقى دي اف زد 6 دايرين 4، غتلقى دايرين 3900، ولكن اخويا ما ننصحكش تاخذهم لان ليطا ديالهم كيكون مدقدق اول حاجه، غتعاشر مع السيكليست. ثاني حاجه السلوكه فيزيبلات ديال الضوء الالكتروني كامل ديال الموتور كيكون عيان. ف بالنسبه ليا خد اون اف زد 6 اللي الثمن ديالها ما يفوتش ما يقلش على 4 ونص وما يفوتش 5 اول حاجه. ثاني حاجه كنفضل اف زد 6 اس 2 لانها زايده على الخيل على لا اس 1. والصراحه كاول موتور كبير بالنسبه ليا راه اف زد 6 زوينه، الله يعمر ليها الدار، كتعطيك سونساسيون زوينه. عمرها طيحتني اون بان، ولكن كيف ما قلت لك رد بالك من ليليكتريك ديال الموتور قلبها مزيان، لانه واحد النهار انا طرا ليا واحد المشكل، وهو انه الساروت ما بقاش باغي تقرا ليا، وهذا مشكل بيرمون الكتريك. مي سينون كوتي ميكانيك موتور زوين تبارك الله وما غيخيبكش. ندوزو دابا الدراري لثالث سؤال اللي جانا من عند ايام ميد او، اللي كيسول واش الفرانات ديال ليكس تي اكس ناقصين بزاف. خويا ما نكذبش عليك، مقارنه مع الماطر الكبار الاخرين الفرانات ديال ليكس تي اكس ناقصين، لانه اولا عندها ديسك واحد اللور والقدام وما فيهاش لابيس. دونك اللي نقدر ننصحك به هو انه الا كنتي غادي تاخذ اكس تي غادي تبدل ليها الديسك و لي بلاكيت دو فران، هذه اول حاجه غتخصك دير، وغادي تعبر السرعه ديالك، غادي تسوق بعقل وما غادي تشد 120 ولا 130 في وسط المدينه. فانا كنمشي بهذا المنطق. بزاف ديال الناس كيقولوا لي الفرانات ديال ليكس تيكس عيانين، انا بالنسبه ليا مناسبيني حيت ما كنجريش بزاف في وسط المدينه وكنمشي بعقلي. دونك نتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك. ندوزو دابا لثالث سؤال اللي جانا من عند نين او، اللي كتقول لي بين وجهك. فا ان شاء الله علاش لا، من وصلوا ل 10000 ولا 15000 ابوني ديك الساعات ان شاء الله نبين لكم وجهي. ندوزو دابا الرابع سؤال اللي جانا من عند سيمو ولد فاس. اخونا نقول لك غير راك غبرتي علينا في يوتيوب، مهم غير ياك حتى انت صحيحتك لاباس. خويا سيمو الله يكبر بك، انا لاباس الحمد لله. فكيف ما قلت لك اخويا انا كنت كنقرا على برا واضطريت انني ندخل دابا مع هذا الوباء، ان شاء الله غير يسالي هذا الشيء غادي نرجعوا لي فيديو ديك الساعات كون هاني غادي نطلع لك في الراس. خامس سؤال من عند ايام ميد او، سات واش 40000 درهم تجيب لك اف زد 6 نقيقيه؟ خويا كيف ما جاوبت الدري اللي قبل منك، اف زد 6 نقيه كتبدا من ديك 4.5 4700 حتى 5،
دونك تقدر تطيح في شي وحده بربعه، ولكن قلبها مزيان. نصيحه من عندي، قلبها مزيان، شوفها واش اون ريغل، وديك الساعات توكل على الله وخذها اخويا. سد سؤال من عند يونس اشطا، وكنضحك حيت السؤال في شكل، علاش باقي عندك موتور؟ خويا باقي عندي موتور لانني ما عنديش مع الطوموبيل، و الا كنت شي نهار غادي نشري طوموبيل فغادي نخلي موتور، وهذه حاجه متاكد فيها مليون في المية. عمرني غادي نبيع موتور باش ناخذ طوموبيل. فنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك. سابع سؤال من عند نور شفقي، واش الموتور لاباس؟ الموتور لاباس، توحشكم، كيسلم عليكم، وكيتمنى لكم رمضان مبارك. ثامن سؤال من عند علي هبال، بات رايدر، امتى التيست رايد ديال شي جي اس؟ فخويا علي ما نكذبش عليك، ما عمري ما سكت جي اس وما كرهتش انني نسوقها، فان شاء الله غير يسالي هذا الشيء غادي نمشيو عند السميه بي ام دبليو، نشوفوا الا بغاو يخليو لينا شي جي اس نديرو بها تيست رايد، سينو نشوفوا شي واحد من العشران ولا من لي فان لا بغا يعطيونا ونديروا لكم ديك الساعات تيست رايد. تاسع سؤال من عند رضا الجوهري، فين غبرتي علينا واش باقي عندك نفس الموتور؟ خويا فين غبرت عليكم ديجا جاوبت عليها، واش باقي عندي نفس الموتور؟ ايه مازال عندي الاكس تي اكس، وان شاء الله عن ما قريب غادي نبدلها. عشر سؤال من عند كوتشاريتا، كي غادي بعدا مع هذا الكونفينمون وكي غادي مع رمضان؟ رمضان الحمد لله غادي مزيان، ما كنحش به كاع، فالحمد لله. كي غادي مع الكونفينمون ففي حالي في حال جميع الناس، خصنا نبقاو في الدار باش ان شاء الله يسالي هذا الشيء في اقرب وقت، وباش نحميو ريوسنا وعائلتنا. سؤال رقم 11 من عند حمزة الغرشي، تقدر تكابري بايد وحده في لوطوروت في الفيديو الجايه؟ خويا اول حاجه نقول لك شبغيتي عندي، ثاني حاجه نجربوا علاش لا، مرحبا. سؤال رقم 12 الدراري من عند امين ازروال، امتى تا نوفيل فيديو؟ فلا نوفيل فيديو هي هادي اخويا، غادي تخرج ان شاء الله نهار السبت، وغادي نحاولوا نبقاو نديروا دي فيديو في الدار، اختاروا السوجي اللي بغيتو وغادي نتريتيه بما سال هادشي ان شاء الله، ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه ونديروا لي فيديو ديالنا طبيعيين. سؤال رقم 13 من عند رضا عبد النور، منين جات سميت بات رايدر؟ خويا سميت بات رايدر جات من باتمان وجات من رايدر، فجمعت البات مع الرايدر وعطاتنا بات رايدر. سؤال رقم 14 الدراري جانا من عند ياسين ايراوي، اللي كيسولني شحال كنلبس في رجلي؟ فخويا كنلبس 43 اونص. سؤال رقم 15 من عند امين حنين، شنو هو الموتور اللي كتحلم يكون عندك؟ فاخويا ما نكذبش عليك، عندي بزاف ديال الماطر اون تيت، ما كرهتش ندوزهم كاملين. عندي لا دوكاتشي بانيغال، عندي لا جي اس 1200، عندي الار 1 ام، عندي تي ماكس دي اكس ولا تيك ماكس، فعندي بزاف ديال الماطر، ولكن الا بغيتي نعطيك واحد نقدر نقول لك لا جي اس. سؤال رقم 16 من عند منير جي دي، شنو هو الموتور الجاي ان شاء الله؟ واش رودستر ولا سبور؟ خويا الموتور الجاي ان شاء الله غادي نخليها لكم سوربريز، فقلت لكم ماشي رودستر، ماشي سوبر موت، وماشي تريل، فكيبقى ثلاثه الخيارات تقريبا ولا اربعه، فحاولوا تدفينو. سؤال رقم 17 من عند يوسف، احسن موتور 50 سي سي تبدا به، وشنو خصك تدوز من موراه فاش تاخذ اون روتير؟ خويا انا غادي ننصحك بيرسونيلمون بستانش، حيت هو الموتور اللي بديت به فاش كنت عندي 14 عام، طلقت فيه ايدي، كنت كنسوق بعقلي. شنو خصك دوز من موراه؟ خويا الا كنتي باغي تاخد شي حاجه اخرى ما كبر، بقى غادي وكتطلع، ماشي من ستانش تلاح الاير 1 ولا تلاح جي 6 اير ولا تلاح الميل ولا 800. فالنصيحه اللي نقدر نعطيك هو انه تدرب في 125، تدرب في 250، ولكن ما تعرضش حياتك للخطر ودوز من 50 سي سي ل 1000 ولا 800 ولا 900. فدابا ندوزو للاسئله ديال اليوتيوب، و بالسؤال ديال مارشميلو علوي، هضرنا على الثمن والتامين وربي عوين خويا الله يحفظك. فاول حاجه الاكس تي اكس الثمن ديالها كيبدا من 4.5، تقدر توصل حتى ل 6.5 على حسب الموديل، على حسب ليطا ديال الموتور، وعلى حسب شحال ضربه من كيلومتر. فخويا التامين الا ما خفتش نكذب عليك كتقام بواحد 2700 حتى 2800 في العام، والثمن هو اللي قلت لك. ثاني سؤال ديال اليوتيوب من عند ميري مريم، السلام خويا، واش تيسخن في المدينه وكدوي لينا على الزيد ميل؟ فاختي كاي موتور كبير في المدينه وي كيسخن،
ولكن مي كيوصل لواحد سيغتان دوغري كتبدا تخدم الفرفاره وكتهبط الحراره ديال الموتور ولكن كيسخن. ثالث سؤال من يوتيوب من عند زومبي تي تي، شحال فيها من شوفو اخويا؟ واش 6 ولا 7؟ خويا راه اكس تي اكس فيها 7، الا لقيتي شي كارد غريز فيها 6 ديال الخيل عرف انها مدقوقه. الرابع سؤال من يوتيوب من عند اشرف قادان، زد 800 ولا سي بي ار 600 ولا سي بي ار 1000؟ فخويا ماشي نوع، سي با لو ميم تيب دو موتو، لا زد 800 رودستر والسي بي ار 600 وال1000 سبورتيف. فبالنسبه ليا هذا افي ديالي بيرسونيل، انا غناخذ لا زد 800 حيت كنفضل لي رودستر على لي سبورتيف. اول حاجه كتسخن موان كون سبورتيف، لا كوندويت بلو كونفورتابل بالنسبه ليا، و هادشي اللي كاين. فبالنسبه ليا ناخذ زد 800. سؤال اخر من عند كوتشاريتا، فقالت لي وات از يور دريم بايك. فكيف ما قلت لكم الى جو يخيروني ما بين موتور واحد فغادي نختار لا جي اس 1200 ديال بي ام دبليو. وغادي ناخذ دابا اخر سؤال الدراري، فما غاديش نقدر ندوز كلشي لانه الفيديو غادي يجي طويل بزاف. ان شاء الله لي كيسيون الاخرين نخليهم الكيو ان اي جاي. فاخر سؤال من عند جونيور رايدر 02، سي كوا لارغومون اللي خلاك تبيع الروتستر ودوز سوبر مود؟ فخويا اول ارغومون خلاني ندوز من روتستر سوبر مود هو انه السوبر مود كيسخن موان كو الروتستر او سبورتيف، و لا كوندويت ديالو كونفورتابل. وهادشي بيان سور بالنسبه ليا، لانه نقدروا نلقاو ناس اخرين اللي كيرتاحوا في السبورتيف ولا في التريل ولا في الكوستوم. فالدراري كنوصلوا في الاخر ديال الفيديو ديالنا، ما سخيتش بكم، نتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كاملين. بالنسبه للاسئله اللي ما قدرتش نجاوب عليهم فان شاء الله في الكيو ان اي جاي. فما تنساوش بقاو في ديوركم باش تحفظوا السلامه ديالكم والسلامه ديال والديكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تشاو 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 تشاو.